سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله ذي الملكوت، سبحان الله ذي الجبروت والكبرياء والعظمة. الحمد لله عدد ما خلق الله، والحمد لله ملء ما خلق الله، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، وسبحان الله مثلهن. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل كثيرا ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك يا ربنا إلا وجهك، كل شيء هالك يا ربنا إلا وجهك، كل شيء هالك يا ربنا إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، الحلال ما أحللت، الحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك،
والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله وأنت الله الرؤوف الرحيم. إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. تطاع ربنا فتشكر، وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل، ولا يبلغ مدحك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ويا من لا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا صاحب كل نجوى، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه صلاة أبدية سرمدية تامة إلى يوم الدين. ربنا إلى من نشكو أمرنا وأنت عليم قادر يا ربنا، أمن إلى من نلتجئ يا ربنا وأنت الكريم الساتر، أم بمن نستنصر أم بمن نستنصر، وأنت الولي الناصر، أم بمن نستغيث، وأنت الولي القاهر، أم من ذا الذي يجبر كسرنا، أم من ذا الذي يجبر كسرنا، وأنت للقلوب جابر، أم من ذا الذي يغفر ذنبنا، وأنت الرحيم الغافر، يا عليما بالسرائر، يا خبير، يا مطلعا على الخواطر. اللهم إنا عبيدك الضعاف نطرق بابك، نلح عليك، ضعافك ببابك، مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك. إلهنا نحن الذين عصيناك، نحن الذين عاهدنا وأنقضنا العهود معك، يا ربنا يا ربنا، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم عدنا إليك، اللهم عدنا إليك في هذه الليلة الشريفة المباركة، رجعنا إليك، تبنا إليك. اللهم تعلم أننا نحبك رغم زلاتنا، اللهم تعلم أننا نحبك رغم زلاتنا، رغم تقصيرنا، رغم خطايانا. اللهم أنت تعلم أننا ما عصيناك استخفافا بهيبتك، أننا ما عصيناك استخفافا بملكك، أننا ما عصيناك استخفافا بجبروتك، لكن غلبت علينا شقوتنا، وطغت علينا شهوات هذه الدنيا. ها نحن بين يديك، ها نحن بين يديك، يا ربنا عدنا إليك في هذه الليلة،
في هذه الليلة الشريفة المباركة نضم أنفسنا مع الطائعين نحن المقصرون نضم أنفسنا مع دعاء الطائعين نزاحم وفودك الداعين يا رب العالمين إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا يا غفارا للذنوب يا غفارا للذنوب قلت وقولك الحق نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يا من رحمته ومغفرته سبقت انتقامه وغضبه اللهم إنا نستغيث برحمتك اللهم إنا نستنزل رحمتك في هذه الساعة ونستغفرك من كل ذنب إلهنا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب إنك أنت ربنا لا إله إلا أنت ونحن عبيدك العاصون يا من لا تضره معصيتنا يا من لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعاتنا إلهنا ظلمنا أنفسنا بجهلنا واعترفنا بذنوبنا وتبنا إليك من إصرارنا وتفريطنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب يا رب إنا نحبك فلا تمنعنا أفضالك في ختام رمضان وفي هذه الليلة الشريفة المباركة بسوء نياتنا وقبيح أعمالنا يا رب العالمين اغفر لنا زلاتنا التي حالت بيننا وبين رحمتك اغفر لنا خطايانا التي أتعبتنا وأرقتنا اللهم تعلم أننا نجاهد لتركها ونسعى لأن ترضى عنا فاغفر لنا وأعنا فاغفر لنا وأعنا على تركها ساعدنا يا الله قونا يا الله قومنا يا الله ارحم حالنا يا الله يا الله لا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم أعنا اللهم أعنا اللهم أعنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا يا ربنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا يوم القيامة مدخلا كريما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم دبر أمورنا واحفظ أسرارنا واستر معائبنا ويسر أمورنا. اللهم لا نعلم ما تخفي لنا الأيام من قادمها، ولكن يقيننا بك بأنك ستصلح أحوالنا وتحفظنا من كل شر، وأنت ربنا ومعتمدنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحبنا عند شدتنا، يا مؤنسنا في وحدتنا، يا حافظ نعمتنا، يا ولينا في أنفسنا، يا كاشف كربتنا، يا كاشف كربتنا، يا مستمعا لدعواتنا، يا راحم عبراتنا، يا مقيل آثاراتنا، يا إلهنا، يا مولانا اللطيف، يا ربنا ورب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر يا رب، يا رب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم، يا حي يوم لا حي، يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا قيوم على شؤون عباده، اللهم ما خصمت فيها من خير وعافية وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وداء وشر فاصرفه عنا وعن أهلينا ومن نحبهم فيك والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم بلغنا أفضالها وخيراتها يا رب العالمين، ما نعلمه وما لا نعلمه. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم يا الله يا الله، اجعلنا ممن قامها فغفرت له ذنبه وتقبلت منه عمله وجعلته من العتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم، يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا حاجة عن حاجة، يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللهجات، نطرق بابك بتوبتنا من ذنوبنا العظام، وكلنا حياء من ذنوبنا، ونريد نوالك ونريد مكرمتك في هذه الليلة، ونريد أن تقضي لنا حاجاتنا في هذه الليلة الشريفة يا رب يا رب يا رب. كلما صديتنا أنفسنا عن الإقبال عليك، نرفع وكف الضراعة حياء بما نرجوه، ونتذكر عفوك العظيم، وأنت تحب العفو، يا من تحب العفو اعف عنا، نتذكر إمهالك لنا ونحن نقارف المعاصي، وسترك الجميل وإظهارك الجميل لمحاسننا، نتذكر نعمتك التي لا تحصى ونحن غارقون فيها، جئناك بانكسارنا مقبلون عليك، فلا تردنا يا الله لسوء أعمالنا السالفات ونوايانا المخزيات يا رب العالمين. اللهم يا الله، نطرق بابك بحياء ونحن المذنبون، ونحن المذنبون الخطاؤون. اللهم حاجاتنا، اللهم لكل واحد منا حاجة،
لكل واحد منا سؤال يسألك إياه في دعواته، يسألك إياه في سجداته. اللهم لكل واحد منا دعاء يسألك إياه في سجداته ودعواته. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا كريم يا منان يا من نحسن الظن فيه، يا من ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه. اللهم نحن الداعون فأجب يا الله. اللهم إنا نسألك ما تعلم في هذه الليلة من خير. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنزله علينا وعلى أهل القبور يا رب العالمين من موتانا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من رحمة ومغفرة، اللهم فاجعل لنا نصيب ولموتانا نصيب يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ولموتانا أوفر الحظ والنصيب. يا من لا تنفعه طاعاتنا ولا تنقصه معاصينا، اللهم حاجاتنا دعواتنا، اللهم إنا نسألك ونفوض الأمر إليك إن كنت تعلم أنها خيرا لنا في ديننا ودنيانا ومعادنا وعاقبة أمرنا. يا رب يا ربنا يا ربنا يسرها، يسرها لنا واجعلها هذه الساعة ساعة إجابة وفرج وسرور. اللهم وإن كان ما نرجوه شرا لنا، اللهم وأنت تعلم ونحن لا نعلم، يا رب اربط على قلوبنا وباعد بيننا وبينها وارزقنا قناعة ورضا، واسكب على قلوبنا سكينة وانشراحا يا رب العالمين، وأبدلنا بخير مما نرجو، فأنت الذي عودتنا على عوضك الجميل، أنت الذي عودتنا على عوضك الجميل يا رب العالمين. اللهم يا رب ضعاف تائهون ضائعون، يا رب قونا ولم شملنا وأعنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أرنا الصواب وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم يا الله يا كريم، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته له لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما نلقاه بك يا رب العالمين، ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ثبتنا واجعلنا هادين مهديين، اللهم أحسن خلقنا فأحسننا لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أحسن خلقنا يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وخذ
بثارنا. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. أمنا يوم القيامة، أمنا يوم الفزع الأكبر، أمنا يوم تجثو الأمم، أي أمنا يوم القارعة، أمنا يوم الجاثية. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يا رب يا رب باعد بيننا وبين النار. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الضارع الذليل. إلهنا ومولانا نسألك سؤالا نسألك إياه في كل دعواتنا. اللهم اختلفت الحاجات، لكن حاجتنا هذه اجتمعنا عليها، ونرفع أكف الضراعة من أجلها، تتفطر قلوبنا من أجلها. إلهنا ومولانا وسيدنا، لا نعمل إلا لك ولا نرجو إلا أنت. إلهنا وسيدنا هذا الدعاء، اللهم إنا نسألك أن تجيب هذه الدعوة، نسألك إياها في كل سجداتنا، نتضرع إليك بها في كل دعواتنا. إلهنا ومولانا، إلهنا يا من له عتقى في كل ليلة من النار، إلهنا ومولانا لا تخرجنا من هذا الشر إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تجعل حظنا من الصيام والقيام الجوع والعطش والتعب. اللهم تقبل منا في ختام رمضان، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم ضعاف مقصرون في جنابك، وأنت الله وأنت الله. اللهم اجعلها خاتمة خير، واجعلها ساعة رحمة، وساعة تذكير، ونصرة للمسلمين، وتفريج للهموم يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا منان يا عليم، يا من يرى مكاننا ويسمع دعانا، يا عليما بخفايا الأمور، يا من يرى ما في قلوبنا ويعلم شوقنا إليه، ويعلم حبنا إليه، ويعلم مسكنتنا إليه، ويعلم افتقارنا إليه، ويعلم حاجتنا للعتق من النار. اللهم يا رب، اللهم يا رب، أجسادنا لا تقوى على نار الدنيا، فاللهم أجرنا من نار الآخرة، اللهم أجرنا من نار الآخرة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، رقابنا ورقاب والدينا، رقابنا ورقاب والدينا، رقابنا ورقاب والدينا. اللهم يا رب والدينا يا الله، اللهم اعتق رقابهم من النار،
أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وأثلث صدورنا بشفائهم، وأثلث صدورهم بإنزال الدواء عليهم، شفاء من عندك، شفاء من عليائك يا رب العالمين. اللهم ومن كان منهم ميتا نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كريم يا رحيم، ارحمهم يا الله ارحمهم يا الله، أنزل على قبورهم شآوي ورحماتك، أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك، هم وموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة المباركة في ختام رمضان من رحمات، اللهم أنزلها على أهل القبور، واجعل لأهل القبور حظا منها يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، إلهنا يا قاصم رؤوس الجبابرة، يا من خضعت له الرقاب، يا من خضعت له الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، إلهنا ومولانا يا عظيم يا قوي يا جبار، إلهنا قاتل الكفرة المعتدين، قاتل الكفرة المعتدين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك، خص منهم يا الله اليهود الغاصبين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، عاثوا بأقصانا، إلهنا ومولانا، عاثوا بأقصانا، إلهنا مسرى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، أرونا شدتهم وبطشهم، اللهم فأرنا شدتك وبطشك عليهم يا رب العالمين، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم سطوتك، أرنا فيهم غضبك يا الله. اللهم آذوا العباد، آذوا العباد، آذوا المصلين، آذوا الكبار والرجال والنساء والصغار، إلهنا ومولانا، فاللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، إخواننا وأخواتنا في بيت المقدس، أمنهم يا الله، أمنهم يا الله، احفظهم يا الله، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم دافع عنهم، قلت وقولك الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم مصلون، راكعون، داعون، صائمون، يجلسون في بيتك، يجلسون في أقصانا يدعونك، فلا تردهم خائبين، فلا تردهم خائبين، لا تردهم منهزمين. إلهنا ومولانا، ثبتهم يا الله، اللهم ثبتهم يا الله، اللهم انصرهم، اللهم قو عزائمهم، حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستودعك إخواننا وأخواتنا في المسجد الأقصى، اللهم إنا نستودعك قلوبهم وإيمانهم، اللهم
اللهم نستودعك دينهم، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم وانصر ضعيفهم يا رب العالمين. اللهم أنت القوي وأنت المتين وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات ورب الأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلائك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم يا رب، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم في هذه الليلة الشريفة المباركة نسألك يا الله يا كريم يا منان بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو، اللهم يا من تحب العفو، 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 نحن عبادك أتينا بذنوب بلغت عنان السماء، نعرضها على رحماتك، ليس لنا مولا سواك فندعوه، ليس لنا ربا سواك فنستغفر منه. إلهنا هذه ذنوبنا التي عملناها والتي علمناها والتي لم نعلمها، نعرضها على عفوك، نعرضها على عفوك، نعرضها على عفوك، نعرضها على مغفرتك، نعرضها على رحمتك، يا من رحمته وسعت كل شيء. نرفع أكف الضراعة في هذه الساعة كبارا وصغارا ورجالا ونساء، نرفع وكف الضراعة إليك، نرفع وكف الضراعة إليك. إلهنا لا تخرجنا من هذه الليلة إلا وقد عدتنا، كيوم ولدتنا أمهاتنا، خالين من الذنوب، خالين من الذنوب، قد غفرت لنا، تجاوزت عنا، وأعطيت سؤلنا، وقبلتنا، ورحمتنا، وأشهدت ملائكتك بقولك: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وعزتي وجلالي لا تمسهم النار، وعزتي وجلالي أجبت دعواتهم وأقلت عثراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب لا تجعل معنا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا مريضا فشافه، ومن كان معنا مهموما ففرج عنه همه، ومن كان معنا مديونا فاقض عنه دينه. اللهم من كان له حاجة يا رب اقضها له، اقضها له، ومن كان له ميتا اللهم فارحمه. يا الله يا رب يا رب
اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، يا من عطاؤه غير مقطوع، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا الله العطاء عطاؤك والجمال جمالك والسعادة جنتك والشقاء نارك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا نعلم أنك أنت الله الرحيم الغفور الودود، تفضل علينا في هذه الليلة الشريفة المباركة، تفضل علينا بهباتك، تفضل علينا برحماتك، بضاعتنا مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللهم بضاعتنا مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم كما جمعتنا من كل البلدان والأقطار، إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، جمعتنا ووفقتنا لأن ندعوك ونرجوك ونؤملك ونؤمل عطاياك. إلهنا ومولانا عودتنا على أفضالك، إلهنا ومولانا وسيدنا. اللهم إن الملأ من قوم موسى سألوك مائدة من السماء فأعطيتهم، ونحن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك يا الله يا الله يا كريم سؤالا لا ترده يا عظيم، سؤالا لا ترده يا كريم، سؤالا لا ترده يا لطيف، سؤالا لا ترده يا رحيم. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا مع نبينا محمد، نسألك أن تحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الغر الميامين، احشرنا مع أبي بكر، احشرنا مع عمر، احشرنا مع عثمان وعلي، احشرنا مع شهداء بدر، احشرنا مع شهداء بدر وشهداء أحد والصحابة الغر الميامين يا رب العالمين. اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك، توحيدك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد من في السماء ونشهد من في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أطعناك في أحب الأشياء إليك. اللهم ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك أن تعصى فيها، الكفر والشرك بك والشرك بك والجحد بك. اللهم فاغفر لنا ما كان بينهما، اللهم اغفر لنا ما كان بينهما يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بجهد أيماننا
لتبعثن يا ربنا من يموت. يا ربي فلا تحشرنا مع أولئك الكفرة الملحدين المشركين بسوء أعمالنا يا رب العالمين. وأنت الغني عن أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس لنا رب معه يدعى، ويا من ليس فوقه شيء، يا الله يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا، يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع، يا قاضي الحاجات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا تغالطه المسائل ولا تختلف عليه الأصوات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. يا الله نسألك ونخص دعاءنا لأنا ناس معنا يعانون من آلام السحر. إلهنا لا يعلم بأنينهم إلا أنت، ولا يعلم بضمائرهم وما في قلوبهم إلا أنت، ولا يعلم بحالهم إلا أنت. قلت وقولك الحق ولا يفلح الساحر حيث أتى، قلت وقولك الحق. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم يا الله في هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم أنزل على إخواننا وأخواتنا المسحورين والمسحورات شفاك، أنزل عليهم يا رب شفاك، أنزل عليهم دواك. اللهم انزعلها ساعة شفاء، ساعة رحمة بهم يا رب العالمين. إلهنا قو عزائمهم واصرف عنهم الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. إلهنا ومولانا وسيدنا، اللهم داوهم بالقرآن، داوهم بالقرآن، شافهم بالقرآن. إلهنا ومولانا، اللهم أذقهم برد عفوك ورحمتك وشفاك يا رب العالمين، وأقر أعين والديهم وأحبابهم بشفائهم يا رب العالمين. إلهنا، إلهنا ومولانا، نسألك أن تفضح كل من يتعامل مع السحرة. اللهم افضحهم وافضح كل ساحرة وساحر. اللهم آذوا العباد وفرقوا بين الأزواج وشتتوا الأولاد. اللهم فأنزل عليهم غضبك إن لم ترد بهم هداية، اللهم أنزل عليهم غضبك إن لم ترد بهم هداية. اللهم افضحهم، اللهم شتتهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اجعل المكر عليهم يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم امكر لهم، اللهم آذ من آذاهم، اللهم آذ من آذاهم يا رب العالمين. واجعلها ساعة رحمة على كل مسحور ومسحورة يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، يا الله يا الله، نصرك القريب لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، نصرك القريب لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نصرك القريب لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا هذا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،
ولا همّا إلا فرجته، ولا عقيما إلا ولدا رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت عنه سحره، ولا معيونا إلا داويته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا ولا أسيرا ولا أسيرا من المسلمين إلا لأهله رددته، ولا غائبا ولا غائبا إلا رددته، اللهم ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. إلهنا إلهنا لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم أجب يا الله، اللهم أجب يا الله، اللهم أجب ما كان بيننا وبينك في السجدات، أجب ما كان بيننا وبينك في الدعوات، قلت وقولك الحق أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب هذا دعاء المقصرون الذين يحبونك، هذا دعاء المعترفون بخطاياهم، وقفوا عند أعتاب بابك ملحون ملحون منكسرون. يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، نسألك أن تجيب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعانا، افتح لهذا الدعاء أبواب الإجابة، أبواب السماء، وأجب دعوات كل من أوصانا بالدعاء. اللهم فرج همه، ونفس كربه، وقض دينه، وحقق أمله، وأبعد ألمه. اللهم أعطه ولا تمنع، وزده ولا تنقص. اللهم اشفيه بشفائك، داويه دوائك، وارحم ميته، وأقل عثرته، واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واجعله من عتقائك في هذه الليلة الشريفة. في سابق علمك أن هذا الرمضان هو آخر رمضان في أعمارنا، اللهم فبارك لنا فيما تبقى من أيامه، بارك لنا فيما تبقى من لياليه، وقيض لنا من يدعو لنا بعد موتنا، وقيض لنا من يدعو لنا بعد موتنا من أبنائنا وأحبائنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم لا تجعلها آخر العهد بليلة القدر، لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان. اللهم يا ملاذنا ويا غايتنا ويا غايتنا ويا غايتنا، تعلم حالنا تعلم حالنا، اللهم لا تردنا خائبين. أسألك أن تجعل هذا الدعاء مجابا، ونحسن الظن فيك أنك تقبلت منا. ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على حبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم